كبيرة، ولكن فاصل موسيقي كي نستمع إلى المنصة الكبيرة. الفنان مختار موجود معانا، فيروز مصر طبعا هنا، ممكن نستمع لها فيروز مصر. بس مع العود بقى شوية، خلينا نحكي قصة صغيرة. الأخير أخونا العزيز الموجودة بيتكلم عن التكافؤ ما بين الزوج والزوجة وما بين البنت والولد. عطيتكم قصة، ولو ونشوف مين فيكم اللي هيعرف مين هي بطلة القصة. هنتكلم عن واحدة اسمها هند. واحدة اسمها هند. هند دي وهي صغيرة كانت بنت أمورة وجميلة، على فكرة بتكلم عن حد حقيقي. اتجوزوها وهي صغيرة، ولما جوزوها تقريبا جوزها كان حاجه اسمه ابو الفاكهه حاجه زي كده، قعدت معاها كام سنه، وبعدين في يوم شتمها شتمه ما تصحش، فرجعت لابوها وقالت له انا مش هقدر اعيش مع الراجل ده. فابوها تدخل وطلقها منه. تمام، رجعت مع ابوها، عاشت مع ابوها، قالت له انا عندي ليه عندك طلب واحد، ان لما يجي حد يخطبني ما توافقش عليه قبل ما تقول لي الاول. انت اول مره اتجوزتني وانا كنت صغيره، بعد كده لازم تاخد رايي الاول ان انا اتجوزها. قالها خلاص ماشي. بعد فتره صغيرين ابوها راح لها قال لها يا هند في اثنين متقدمين عايزين يتجوزوا. قالت له مين؟ قال لها مش هقول لك اساميهم بس هقول لك صفاتهم. اول واحد راجل غني وكبير في قومه وراجل حكيم وسخي، هيديكي ماله كله مش هيسأل على أي حاجة، أنا صرفت كام ولا ما عملتش بكام. قالت له طب والتاني؟ قال لها زي الأولاني بالظبط، ولكن يضاف إليه إن هو عنده حزن. قالت له أنا هاخد التاني مش هاخد الأولاني. فقال لها ليه؟ قالت له أنا عندي فلوس وأنا عندي حكمة وانا عندي وانا كبيره في قومي، قال عندي جاه وشرف، فابني مش هياخد من زوجي الاولاني لو انا جوزته مش هياخد منه حاجه لان كل اللي عنده عندي، انما انا هجوز الثاني علشان يتعلم منه الحزم، فانا هديله الكرم وهديله الفلوس وهديله وهو يتعلم من ابوه، يلاقي حاجه يتعلمها منه فيتعلم من ابوه الحزم. فقال لها خلاص ماشي. الزوج ده بقى كان اسمه ايه بقى؟ كان اسمه ابو سفيان بن حرب. هند بنت عتبه. والست دي كانت هند بنت عتبه. مين بقى ابنها؟ معاويه بن ابي سفيان. اللي عمل الدنيا كلها، قلب الدنيا كلها، حارب سيدنا ابو بكر واستولى على حكم الدوله الاسلاميه واسس الدوله الامويه وعمل اللي عمله كله. بغض النظر اتفقنا مع الاحداث اللي حصلت ايام او لا، ولكن لازم نقتنع وكلنا نقتنع ان هو كان شخصيه استثنائيه. سيان اتفقنا معاه او اختلفنا معاه. دي لان امه كانت ست عاقله، ولما اختارت بالمعايير اللي احنا بنقول عليها دي. وشكرا ليك.